طب باش يحاول يحس بروحه، فهمتك فهمت كيف يحس روحه مهتمين بيه ومتلامين بيه وكل، يحس وقتها كاهو ساتيسفاي باش يشوف العقاب وباش يرجع نورمالمون هكا ولا صحيح لك هذا احتمال صحيح، والكلام اللي تقول فيه سميه كله صحيح، لكن ينجم يكون زاد هو ما يحبش يتكلم، يعني فما ناس ما تحبش تتكلم يعني يحب يبقى ساكت وحده، هذاك طبيعته هكاك هو نحسه هكاك اي نجم يكون معني مش متاثر بقوه ولا غاير ولا لكن هو كان عادي هو كان عادي مدام المده كان عادي اي زادت شويه الحكايه خاطر استسلم هو للصمت بشوي بشوي هكا ما يحبش يبذل مجهود ما يحبش يتكلم بخلي في الكلام معناها بشوي بشوي تولي معناها يبقى هكاك ذكر محاولني ولا حتى انا نفسي تعبت منها الحكايه اما لا انت حاول لكن ما تحاولش تفصلوا برشا على خوه يعني كل مره تخرج وحده وتبعدوا على خوه تزيد تتجفيهم على بعضهم تنشري له تشري له كادو تقولوا جابه لك خوك ما تلقى حلول شنو نتصلوا هكاك والله نعمل نتصلوا بيك نتصلوا بيك بعد البرنامج نخليك انت اون كونتاكت بعد البرنامج مع الدكتوره نجم تقابل تقابلها نجم ان شاء الله ان شاء الله والله ماذا بيا امنيتي انا نقابل مدام طبيب خاطر بالحق اي اكيد اكيد انت هنا باش تحير يعني بالحق احنا نخليكم كونتاكت معها بعد البرنامج